وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته للكونغو الديمقراطية. الأمم المتحدة تدعو الليبيين لاستئناف مسار انتخابي وتؤكد أنه ضرورة سياسية أكثر من أي وقت مضى. خلال كلمته أمام مجلس الاقتصاد الأوراسي، بوتين يعلن دراسة توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر والتكامل الاقتصادي مع الإمارات. الثالثة في القاهرة الواحدة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق له، وذلك عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. وخلال الزيارة أعرب الفريق أول محمد زكي عن اعتزازه بالعلاقات المصرية الكونغولية المشتركة وأهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون والدعم في مجالات التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين. عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق له عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية. بدأت الزيارة بمراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف، وعزفت الموسيقات السلام الوطني لكلا البلدين. والتقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة بنظيره الكونغولي الدكتور كاباندا باكارونغا وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات العسكرية المختلفة. وأعرب الفريق أول محمد زكي خلال اللقاء عن اعتزازه بالعلاقات المصرية الكونغولية المشتركة وأهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون والدعم في مجالات التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين. وأشار وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء الكونغولي إلى أن هناك توافقا في الرؤى حول كافة الموضوعات التي تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وفي نهاية اللقاء وقع الجانبان على بروتوكول تعاون في مجالات الدفاع والتدريب والتأهيل ونقل الخبرات والارتقاء بالقدرات العسكرية بين الجانبين. كما التقى الفريق أول محمد زكي مع السيد جان ميشيل سامالو كوندييه رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية، حيث أعرب عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة توافقاً في الرؤى بشأن التحديات المشتركة وتطورات الموقف الإقليمي والتحديات الأمنية العابرة للحدود والقضايا المؤثرة على الأمن القومي للبلدين. أعلنت وزارة الداخلية مد فترة المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية عيد الأضحى المبارك لتوفير السلع للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 60%. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، كما قررت وزارة الداخلية توفير السلع بتخفيضات كبيرة بمنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام الحالي. منذ إطلاق وزارة الداخلية لمبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، فإن قطار المبادرة لم يتوقف، وعلى مدار سنوات ساهمت المبادرة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بالنجاح الذي حققته في توفير متطلباتهم واحتياجاتهم من كافة أنواع السلع بتخفيضات كبيرة بخاصة في المناسبات والأعياد، وأصبح المواطنون يثقون في تخفيضاتها وفي سلعها. الاسعار نزلت كويس جدا، عملت معانا فرق، هي فرقت معانا كتير بالنسبه للاسعار بره، خصومات جوه 50% و60%، الدنيا كويسه وجميله والاسعار جميله، اسعار مناسبه للجميع. انا جاي مخصوص هنا في امان عشان خاطر مبادره كلنا واحد، كلنا واحد واسره واحده وربنا يخلي فيه. بشكر الريس ان هو يعني ريحنا ومش مخلينا عايزين اي حاجه. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. فقد وفرت احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بتخفيضات كبيرة تصل إلى 60%. تلك المرحلة انطلقت قبل شهر رمضان المبارك، ومع نجاحها وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تم مد فترة المبادرة للمرة الثانية لتستمر حتى نهاية عيد الأضحى المبارك.
المبادرة في مرحلتها 22 يشارك فيها قرابة 1000 فرع لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية. تتوافر فيها كافة أنواع السلع بتخفيضات تتراوح ما بين 25 إلى 60%، إضافة إلى المنافذ والسرادقات بالشوارع الرئيسية والميادين، وكلها موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت ليتمكن المواطنون من الوصول إليها. وكذلك وفرت الوزارة قوافل من السيارات بالمناطق الأكثر احتياجاً والتي لا تتوافر فيها السلاسل التجارية. كما تقرر استمرار منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية في توفير السلع للمواطنين بمنافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى الجمهورية حتى نهاية العام الحالي. زيادة كبيرة في حجم السلع المعروضة في إطار المبادرة وبجودة عالية وبالأسعار المحددة في التخفيضات، وإقبال كبير من المواطنين على توفير احتياجاتهم من كافة أنواع السلع منذ انطلاق المرحلة 22 من المبادرة في 15 من شهر مارس الماضي. ومع مدها تتاح الفرصة للمواطنين للاستفادة من التخفيضات في شراء احتياجاتهم المختلفة. وفرة كبيرة من كافة أنواع السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة توفرها مبادرة كلنا واحد التي أطلقت وزارة الداخلية مرحلتها 22 برعاية رئيس الجمهورية، وتهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 415 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 110 أطنان مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 94 طن مواد غذائية وغير غذائية، كما تم ضبط نحو 16 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 645 قضية، من بينهما 192 قضية خبز ناقص الوزن و198 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية فقد تم ضبط 12 قضية بمضبوطات بلغت ما يقرب من 146 طن أقماح محلية. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المسؤولين في ليبيا لاستئناف المسار الانتخابي الذي توقف في ديسمبر الماضي، مؤكدا أنه أصبح اليوم ضرورة سياسية أكثر من أي وقت مضى. وفي تقرير له حول عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، شدد غوتيريش على ضرورة التزام الليبيين على نحو لا لبس فيه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وعادلة وشاملة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن. من جانبه أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني أن الشعب الليبي يتمسك باختيار ممثليهم وقيادتهم في السلطة بأنفسهم عبر الانتخابات الحرة والنزيهة بقاعدة دستورية متينة، داعيا المجتمع الدولي لدعم إرادة الليبيين وتصحيح أخطاء الماضي. أدان البرلمان العربي إعلان جماعات المستوطنين المتطرفين عزمهم اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك الأحد المقبل ضمن مسيرة الإعلام بالقدس وممارسة الطقوس التلمودية فيما يسمى بيوم توحيد القدس. وفي بيان له، حذر البرلمان العربي من تداعيات تلك الخطوة على أمن واستقرار المنطقة، واصفا تلك الدعوات بالتحدي السافر والاستفزاز للشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، مؤكدا أن ذلك يعد اعتداء على المقدسات الإسلامية. هذا ودعا البرلمان المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات والاستفزازات التي تمارسها القوات الإسرائيلية والمستوطنون. أحبطت القوات الأمنية العراقية محاولة للتسلل لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى، وأوضح مصدر أمني عراقي أن بعض عناصر التنظيم الإرهابي حاولت التسلل عبر منطقة باساتين المقدادية في محافظة ديالى، إلا أن القوات الأمنية كانت بالمرصاد. وشدد المصدر على أن القوات الأمنية مستمرة في متابعة وملاحقة العناصر الإرهابية، ولن تألو جهدا في دحر التنظيم الإرهابي والقضاء عليه في مختلف محافظات العراقية.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المجلس الاقتصادي الأوروبي سيخفض من اعتماده على القوى الخارجية. وأضاف بوتين في كلمة خلال اجتماع المجلس أنه يعمل على سد حاجة المواطنين الروس من المواد الغذائية التي تراجعت بسبب العقوبات. وفي هذا الإطار كشف بوتين أن بلاده تدرس توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر والتكامل الاقتصادي مع الإمارات. سندعم مسألة تمديد هذه الاتفاقية المؤقتة وتكثيف المحادثات حول اتفاقية منطقة الحرة مع مصر، كما ونبحث إبرام اتفاقية تكامل مع الإمارات العربية المتحدة. كما أكد الكرملين أن هناك تصريحات متضاربة من أوكرانيا بشأن مفاوضاته مع موسكو خلال الفترة الحالية. كما حمل الكرملين أوكرانيا مسؤولية توقف المفاوضات، ومن جانبه أشار الرئيس الأوكراني إلى أن بلاده تريد استعادة حياة دولة ذات سيادة داخل أراضيها، مشددا على أن الحديث مع فلاديمير بوتين ضرورة لإنهاء الحرب. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم الغذاء سلاحا ويتعين على العالم منع وقوع مجاعة واسعة النطاق. وفي خطابه اليومي اتهم زيلينسكي روسيا بتنفيذ سياسة إبادة جماعية واضحة في إقليم دونباس شرقي البلاد، وأضاف أن القوات الروسية تمارس الترحيل والقتل الجماعي للمدنيين. أعلنت روسيا انضمام زورق مدفعية مدرع أوكراني يحمل اسم أكرمان إلى القوات البحرية. وفي بيان قال الأسطول الروسي في البحر الأسود إن زورق أكرمان الضخم ترك في ميناء بريديانسك في أعقاب الهجوم الروسي على جنوب شرقي أوكرانيا. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية وصلت قصف مواقع تابعة للجيش الأوكراني في اتجاه بلدة سلوفيناسك بإقليم دونسك بشرق البلاد. وفي بيان ذكرت الهيئة أن القوات الروسية تقوم بعمليات هجومية وتواصل إطلاق النار على الوحدات الأوكرانية وتشن ضربات صاروخية، ما أعادت تجميع الحشود من جديد لمحاولة تحقيق بعض المكاسب وتعطيل سلاسل التوريد الأوكرانية وعزل الوحدات الأوكرانية عن القوات الرئيسية في دونتسك. قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن المساعدات العسكرية لا تزال تصل إلى القوات الأوكرانية في دونباس رغم محاولات القوات الروسية عزل بعض القوى. وأوضح مسؤول بالوزارة أن روسيا خسرت عددا كبيرا من معداتها العسكرية لكن لا تزال لديها قدرات كبيرة. كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد اتهم في وقت سابق القوات الروسية بارتكاب إبادة جماعية في دونباس شرق البلاد، مضيفا أن الهجوم الحالي على دونباس يجعل المنطقة غير آهلة بالسكان. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الغرب أعلن حربا شاملة ضد روسيا، مؤكدا أن بلاده تشهد محاولات لتغيير التاريخ وتزويره من قبل الغرب. وأكد لافروف في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة وحلفائها يزيدون من دعمهم لأوكرانيا ويساهمون في زيادة تعقيد الأزمة. تحدثنا عن الدبلوماسية الثقافية وتم اتخاذ بعض الإرشادات والتي ستعطي دفعا لتطوير العلاقات بين الأقاليم، ولكن الأوضاع اليوم تغيرت قليلا والغرب أعلن ضدنا وضد العالم الروسي حربا شاملة والذي وصل إلى حد الهراء، فقد أنهوا وألغوا كل ما هو روسي أو يودون عمل ذلك، وبالأخص في شيخوف وبوشكين وتولستوي وغيرهم من رموز الثقافة الروسية والذي يمثل ثقافتنا عندهم. والوضع اليوم للأسف سيطول، وعلينا أن على علم ودراية بأن الغرب قد أظهر وجهه الحقيقي.
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن روسيا تحقق تقدما تدريجيا وبطيئا لكنه ملموس في أوكرانيا. وأضاف جونسون في تصريح له تلفزيوني أن أوكرانيا يجب أن تحصل على راجمات صواريخ متقدمة، مؤكدا أهمية دعم الأوكرانيين عسكريا في مواجهة تقدم الروس بإقليم دونباس. أعلن الجيش الفنلندي أن 3 سفن حربية تابعة لحلف شمال الأطلسي وصلت إلى هيلسنكي للمشاركة في تدريبات وستبقى هناك حتى 30 مايو. وفي بيان أشار إلى أن السفن الحربية 3 ستشارك في تدريبات في الجزء الشمالي من بحر البلطيق، وهي تدريبات تجرى على خلفية تقدم فنلندا والسويد رسميا بطلبات للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. أكدت شركة غاز بروم الروسية أنها تواصل شحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا من خلال نقطة دخول صدقة. وفي بيان لها أضافت الشركة أن أحجام الشحن بلغت نحو 43,600,000 متر مكعب بانخفاض طفيف عن 44,500,000 متر مكعب. وقالت الشركة أن أوكرانيا كانت قد رفضت طلبا لتوريد الغاز عبر نقطة دخول سخرانوفكا الرئيسية. قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن بلاده تتفاوض مع دول عدة لتعويض إمدادات الغاز الروسي مستقبلا. وقال هابيك إن الاتحاد الأوروبي لا يزال بإمكانه إبرام اتفاق بشأن حظر نفطي على روسيا في الأيام المقبلة. وكان هابيك أكد في وقت سابق أن ألمانيا ستكون قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي الذي ما زالت تعتمد عليه بشكل كبير للحصول على طاقتها على المدى الطويل إذا لزم الأمر. قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن أكثر من 4,000 مدني قتلوا في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، مرجحة أن يكون العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير. ووفقا للمفوضية السامية لحقوق الإنسان فقد قتل 4,031 شخصا من بينهم نحو 200 طفل. هذا ولم تحمل المفوضية أي طرف المسؤولية عن سقوط القتلى. أصدرت منظمة الصحة العالمية قرارا يدين روسيا لتسببها في حالة طوارئ صحية في أوكرانيا، بينما رفضت اقتراحا مضادا من ممثلي روسيا ينفي دور بلادهم في الأزمة. وفي بيان ذكرت المنظمة أن القرار يلفت الانتباه إلى الآثار الصحية المباشرة والغير المباشرة التي سببتها العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا داخل المنطقة وخارجها، ويدين الهجمات على دور الرعاية الصحية كما هو موثق في نظام مراقبة منظمة الصحة العالمية للهجمات على الرعاية الصحية. قال وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف إن بلاده قد تبدأ في بناء المزيد من السفن لتصدير الحبوب. جاء ذلك في الوقت الذي تتنافس فيه روسيا مع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لتزويد الشرق الأوسط وأفريقيا بالقمح. هذا وتواصل موسكو التصدير على الرغم من الصعوبات المتعلقة بالخدمات اللوجستية والمدفوعات الناجمة عن العقوبات الغربية عليها. أعرب برنامج الغذاء العالمي عن قلقه إزاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية، معتبرا أن ارتفاع الأسعار يدفع بالفقراء إلى حافة الجوع. وفي مؤتمر صحفي قال المتحدث باسم البرنامج إن التحديات الخاصة بارتفاع الأسعار قد تفقمت الآن بسبب أثار الأزمة الأوكرانية، لافتا إلى أن تكلفة سلة الغذاء قد ارتفعت على مدى الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 18% وسجلت أعلى زيادة في جنوب أفريقيا، مرجحا أن يتفقم الوضع أكثر إذا ظل سعر سلة الغذاء مرتفعا.
حذرت الحكومة اليابانية من مخاطر تأمين الإمدادات الغذائية نتيجة جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، داعية إلى تنويع شركاء الاستيراد ورفع معدل الاكتفاء الذاتي من الغذاء. ووفقا للتقرير السنوي المعروف بالوثيقة البيضاء لوزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك اليابانية، فإن السعر الدولي للقمح سجل أعلى مستوى له في مارس الماضي نتيجة للضعف الحصاد في الولايات المتحدة ودول أخرى بالإضافة إلى أزمة أوكرانيا. يتجه الدولار صوب أكبر تراجع أسبوعين في قرابة 4 أشهر بعد أن خفض المتعاملون توقعاتهم لرفع الفائدة الأمريكية وسط مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما يبطئ أو يوقف دورة تجديد السياسة النقدية في النصف الثاني من العام. وفي هذا الإطار انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسة إلى 141% لأول مرة منذ 25 أبريل الماضي، وعلى أساس أسبوعي نزل المؤشر 1.3%، وهي أكبر نسبة لتراجع أسبوعي منذ الأسبوع الأول من فبراير الماضي. ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفين الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق. تحياتي لك دكتور عمرو. ما زالت تتوالى الأخبار العالمية حول ارتفاع معدلات التضخم وتعطل سلاسل الإمداد وغيرها من تداعيات الأزمة الأوكرانية، وآخرها إعراب برنامج الغذاء العالمي عن قلقه إزاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية ودفعها بالفقراء إلى حافة الجوع. كيف ترى تلك البيانات والتحذيرات وتوقعات لسيناريوهات الفترة المقبلة؟ هو فعلا للاسف ان معظم التوقعات او التاشيرات اللي اصدرها البنك الدولي او حتى صندوق النقد الدولي بارتفاع الاسعار الى مستويات لا مثيل لها، طبعا نتيجه ازمه الطاقه وازمه الغذاء، وكمان كان في توقعات بعد ازمه كورونا ان بقى في ريكفري او في معدلات استعاضه، وابتدينا نشوف معدلات كبيره للاستعاضه، لكن للاسف جاءت الحرب كسرت كثير من حركه التجاره الدوليه. يمكن زي ما انا قلت ان منظمه التجاره العالميه خفضت توقعات النمو العالمي، ودي مشكله كبيره، لان لما بتخفضي معدلات نمو التجاره او لما تنخفض معدلات نمو التجاره او لما يقل التبادل التجاري، بالتالي الانتاج يقل والاستهلاك يقل، واسوأ شيء ممكن نواجهه او يواجهه اللي بيشتغل في الاقتصاد او بيدرس الاقتصاد او بيحلل الاقتصاد ان نرى انحسار في الطلب والعرض، لان الشركات بتنتج وعايزينها تنتج وعايزينها تزود الانتاج وعايزين المستهلك يستهلك عشان عجله الانتاج وعجله الاقتصاد تمشي تاني وترجع تمشي. اذا النهارده احنا في حاله فيها كسر لهذه الحلقه، ففي ضعف السلاسل التوريد، الانتاج بيقل، ارتفاع التكاليف، الطاقه، النقل، وحاله من الخوف في السوق والمستهلك في الاستهلاك، وده اللي خلى معظم البنوك المركزيه والمصارف المركزيه طبعا رؤساء الولايات المتحده رفعت سعر الفائده، شفنا في الفتره اللي فاتت بشكل غير مسبوق، يعني الولايات المتحده رفعت ب 0.5 خمس درجات، احنا كنا دايما بنشوف 1 1.5 2 2.5، انما تترفع بدرجه 5 مره واحده ده دليل على ان الازمه كبيره، ولا على ان التضخم زي ما شفناه في الولايات المتحده وعدد كبير من الدول الاوروبيه حتى مش بس في دول العالم الثالث. لكن دكتور عمرو، هل رفع الفائده مثلما تقول في امريكا وغيرها من الدول الاخرى من الممكن ان يكون حل لهذه المشكله الكبيره؟ لا طبعا هو مش حل جذري، لكن ده اللي مكتوب في كتاب الاقتصاد، ان لما بيحصل تضخم بترفعي نسبه الفائده عشان تشمطي السيوله اللي موجوده في المجتمع، لان في فلوس عندي في المجتمع وما فيش انتاج او في ضعف في الانتاج، فبينتج التضخم نتيجه زياده السيوله عن حجم الانتاج اللي موجود، وبالتالي بتلجئي، وانا بقول تمبرري، المفروض بتلجئي وقتيا ان انت ترفعي نسبه الفائده عشان تشفطي نسبه الاموال اللي موجوده في المجتمع، الناس بتحطها في البنوك عشان ما تصرفش، لكن برضه لا تاثير سيء او سلبي على الاقتصاد، لان انت في الحاله دي بتشفطي السيوله اللي موجوده اللي المفروض تروح للاستهلاك، فانت قللت الاستهلاك نتيجه ان مفيش انتاج. فده حل وقتي، الحل الرئيسي ان توقف الحرب وترجع عجله الاقتصاد تاني وتبتدي العجله او الاليات الاقتصاديه ترجع تاني والنمو يرجع تاني والتبادل يرجع تاني عشان الاقتصاد يمشي بطريقه مش ارتفيشال. بالطبع دكتور عمرو، هناك مؤشرات دكتور عمرو ايضا تتحدث حول اتجاه الدولار صوب اكبر تراجع اسبوعي في نحو 4 أشهر، ما دلاله ذلك وكيف ترى موقف الدولار الان؟ شوفي، هو موضوع الدولار، يعني حركه الدولار تروع ضغوطا، يمكن الدولار كان في الاسبوعين اللي فاتوا هتوافيني في رايي
كان بيسجل اعلى ارتفاعات مقارنه بالعملات الاجنبيه. نعم. وكان في تكالب على شراء الدولار مقارنه بانخفاض اسعار الذهب. فاحنا النهارده قدام لعبه الشطرنج، ويعني انا بقول ان روسيا وامريكا على خلفيه هذه الازمه بيلعبوا بكل الادوات اللي موجوده قدامهم، بالذات الادوات الماليه، وفيني في رايي ان في حرب على الروبل وفي حرب على الدولار، وبالتالي حركه ارتفاعات الدولار دي نتيجه الاليات او نتيجه الادوات اللي بتستخدمها الولايات المتحده وروسيا. نعم. في ضرب العملتين واللي بيأثر طبعا على سعر الدولار، سعر الدولار كان مرتفع في الاسبوعين الماضيين. نعم. طبعا ده عمل ريكورد، عمل ريكورد بس مرتفع ده عمل ريكورد، لكن بينزل تاني نتيجه حركه المضاربه عليه في الوقت الراهن. وصلت الفكره دكتور عمرو صالح استاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، شكرا جزيلا لك. دعت منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة الحذر في استخدام لقاحات جدر القردة، وأشارت سيلفي برياند مديرة إدارة التأهب للمخاطر المعدية في المنظمة في إحاطة للدول الأعضاء في الجمعية السنوية للمنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى أنه لا توجد ضرورة لحملات تلقيح عامة ضد جدري القردة، موضحة أن لقاحات الجدري السابقة قد تكون مفيدة ولا يجب أن يثير الفيروس قلقا عاما بسبب تفشيه البطيء. من جانبه أعلن الاتحاد الأوروبي الاستعداد لعمليات شراء جماعية للقاحات، هذا أعلنت فنلندا تسجيل أول إصابة بجدري القردة في هلسنكي، بينما تواصل العديد من الدول الأوروبية تسجيل المزيد من الحالات. لا تزال أزمة ظهور مرض جدري القردة تؤرق دول العالم، خاصة بعد إعلان عدد من الدول عن المزيد من الإصابات، مما دفع الاتحاد الأوروبي للاستعداد لعمليات شراء جماعية للقاحات وغيرها من العلاجات لمرض جدري القردة، وسيتم الانتهاء من وضع التفاصيل في الأيام القادمة. الهيئة الأوروبية للاستجابة للطوارئ الصحية تعمل مع الدول الأعضاء والشركات المصنعة لشراء اللقاحات والعلاجات لجدر القردة، وذلك وفقا لبيان للمفوضية الأوروبية. وفي إسبانيا التي أعلنت عن ظهور حالات بالمرض أبدت نيتها الحصول على لقاحي إنفانكس وتيكوفيريمات المضادين للفيروسات من خلال عملية شراء جماعية للاتحاد الأوروبي. حالات الإصابة بجدر القردة في العالم تخطت حاجز 200 إصابة، وتتركز معظمها في قارة أوروبا، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي. المفوضية الأوروبية أكدت أن التطعيم ضد جدر القردة سيقتصر على حالات محددة للغاية، إذ لا يمكن مقارنة انتقال الفيروس وخطره مع فيروس كورونا. مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها اعتبر أن احتمالية انتقال عدوى جدر القردة بين عامة السكان منخفضة للغاية. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، نتابع مع حضراتكم تفاصيل نشرة الثالثة وإلى أبرز تطورات فيروس كورونا حول العالم. اتخذ إقليم شنغهاي الصيني المزيد من الخطوات لرفع قيود الإغلاق التي تهدف لمكافحة كوفيد-19، في حين تواصل العاصمة الصينية بكين رصد الإصابات، إذ تؤثر الإجراءات الصارمة على علاج بقية الأمراض. وسمحت السلطات لمزيد من السكان بالخروج من منازلهم وإعادة فتح المزيد من الشركات على مدى الأسبوع الماضي، في حين ظل معظم السكان داخل المجمعات السكنية، واكتفت غالبية المتاجر بتوفير خدمات التوصيل، وكانت المدينتين بؤرتين لتفشي فيروس كورونا في الأزمة الأخيرة، وأضرت قيود المكافحة بشدة بثاني أكبر اقتصاد في العالم في وقت تسعى خلاله معظم بلدان العالم إلى العودة للأوضاع الطبيعية. قالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية
إن مسؤولي الصحة في البلاد يجرون تحليلا للأنهار والبحيرات والهواء ومياه الصرف الصحي المنزلي والقمامة للكشف عن عدوى فيروس كورونا مع تكثيف البلاد لإجراءات مكافحة التفشي الأول للمرض بها. وفي بيان قالت وسائل أعلام رسمية إن السلطات تكثف عمليات الفحص والتطهير في جميع أنحاء البلاد بعد الإعلان عن اتجاه مستقر في تفشي المرض، بما في ذلك مؤشرات على انحسار موجة الحمى وانخفاض عدد الوفيات نسبيا. اتهمت وزارة الخارجية الصينية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بتشويه سمعة بكين بعدما ألقى خطابا دعا فيه إلى اتخاذ إجراءات لموازنة نفوذ بكين على الساحة الدولية. وفي مؤتمر صحفي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصيني وانغ وينبين إن خطاب بلينكين ينشر معلومات خاطئة ويضخم تهديد الصين ويتدخل بالشؤون الداخلية لها ويشوه صورة سياستها الداخلية والخارجية. أعلنت بكين أنها ستجري تدريبات بحرية في بحر الصين الجنوبي في رسالة إلى واشنطن. وقالت هيئة الملاحة البحرية الصينية إن الصين ستجري تدريبات بعد أن انتقدت الولايات المتحدة وحلفاؤها طموحاتها العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادي. هذا وستجرى المناورات في المنطقة المجاورة للساحل الصيني مباشرة. استخدمت الصين وروسيا حق النقد الفيتو ضد محاولة بقيادة الولايات المتحدة لفرض مزيد من عقوبات مجلس الأمن على كوريا الشمالية بسبب استئنافها لإطلاق الصواريخ الباليستية. وصوتت جميع الدول الأعضاء الباقية في المجلس وعددها 13 لصالح القرار الذي صاغته واشنطن والذي يقترح حظر صادرات النفط والتبغ إلى بيونغ يانغ. جولة الخلافات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية لم تقف عند إحباط الفيتو الروسي الصيني المساعي الأمريكية لفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ بسبب إطلاقها اختبارات لصواريخ باليستية. الفيتو الروسي الصيني انتقل بالخلافات إلى جولة جديدة حيث تشهدها ساحة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستناقش قضية كوريا الشمالية خلال الأسبوعين المقبلين بموجب قاعدة جديدة تلزم الجمعية المؤلفة من 193 دولة بالاجتماع في كل مرة تستخدم فيها إحدى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا حق النقد. وترى واشنطن أن العالم يواجه خطرا واضحا وقائما من كوريا الشمالية، خاصة أن ضبط النفس والتزام مجلس الأمن الصمت لم يسفر عن وضع حد للتهديد أو حتى تقليصه، بل ربما شجع بيونغ يانغ على إجراء المزيد من التجارب الصاروخية. وعلى مدى 16 سنة الماضية صعد مجلس الأمن بشكل مضطرد وبالإجماع العقوبات على بيونغ يانغ لقطع التمويل عن برامجها الخاصة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، وآخر مرة شدد فيها مجلس الأمن العقوبات عليها كانت في عام 2017. من جانبها تضغط الصين وروسيا من أجل تخفيف العقوبات لأسباب إنسانية. مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون رأى أن العقوبات الإضافية على كوريا الشمالية لن تساعد وستؤدي فقط إلى مزيد من الآثار السلبية وتصعيد المواجهة لتستمر الأزمة لجولة جديدة قد تنتهي أيضا بمعارضة فرض عقوبات على بيونغ يانغ. تمكنت الشرطة الأمريكية من القبض على مطلق النار في متجر بمدينة فيرفيلد تاونشيب القواقعة بولاية أوهايو، وكانت وسائل أعلام أمريكية محلية قد أفادت بمقتل شخص وإصابة آخر على خلفية إطلاق النار العشوائي بالمتجر. أعلنت وزارة الصحة إطلاق 4 قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمدة يومين في محافظات الجيزة ودمياط والغربية وجنوب سيناء. وأوضحت الوزارة أن الحملة ستستمر حتى الغد وتستهدف إجراء الكشف والعلاج بالمجان على المواطنين في العديد من التخصصات الطبية من بينها نساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية أم الرزق
التابعة لمركز كفر سعد بدمياط، وضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. وتضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. موجودين النهارده في اليوم الثاني من قافله ابو شحات، القافله تبع لمبادره حياه كريمه الرئاسيه تبع لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. موجود النهارده معانا في القافله 12 عياده تخصصيه، كل عياده فيهم موجود فيها الطبيب سواء بيكون اخصائي او استشاري. معانا صيدليه متكامله تم امدادها بكل الادويه اللي بتغطي التخصصات اللي موجوده في القافله. بنقوم هنا بتقديم خدمه للمواطن بحيث ان هو نقدر نقدم له تكمله علاجه لو محتاج يتحول لاي مستشفى او يحتاج يطلع قرارات نفقة الدولة أو تحويله إلى مستشفى مركزي، فبنحاول إن نديله جواب بحيث إنه يقدر يروح نقدم له خدمة ما بعد القافلة العلاجية بالتوجه إلى المستشفيات المركزية التابعة لمديرية الصحة. القافلة العلاجية موجودة النهاردة في قرية أم الرزق تابعة لمركز كفر سعد. مركز كفر سعد هو المستهدف ضمن المبادرة الرئاسية كمرحلة أولى حياة كريمة. القافلة العلاجية بتمثل الجزء الصحي من المبادرة الرئاسية. قرية أم الرزق بتبعد 18 كيلو متر تقريبا عن أقرب مستشفى مركز ليها وهي مستشفى كفر سعد المركزي. طبعا ده أهم معيار من معايير تنفيذ القوافل وهو البعد عن أقرب مستشفى مركزي، وبناء عليه احنا بدأنا نعد للقافلة سواء كان الإعداد الهارد عن طريق تحديد العيادات والأدوية والمستلزمات اللي هنحتاجها، وكمان الإعداد السوفت اللي هو عن طريق اللي هو دراسة البيانات القافلة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول استبعاد عدد من الطلاب المصريين من دخول كلية طب قصر العيني نتيجة قبول أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين. وأوضح المركز أنه بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أكدت الوزارة على أن عدد الطلاب الوافدين المقبولين من الجنسيات العربية والأجنبية لا يؤثر على العدد المقرر قبوله من الطلاب المصريين في أي من الجامعات الحكومية، مشيرة إلى أن تنسيق الطلاب المصريين من خريجي الثانوية العامة أو الشهادات العربية والأجنبية يتم وفق قواعد المجلس الأعلى للجامعات، أما تنسيق الطلاب الوافدين فهو مستقل تماما عن تنسيق الطلاب المصريين. وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي بزيادة حملات توعية المواطنين والمارة والمحال التجارية في الأحياء والمناطق التي يعملون بها، وزيادة عملية الكنس اليدوي والآلية وغسيل الشوارع لتحقيق رضا المواطنين ليشعروا بوجود اختلاف في مستوى نظافة الشارع. وخلال اجتماعه مع إحدى شركات الخدمة المتكاملة وتدوير المخلفات، طالب شعراوي بالاهتمام المستمر بمنظومة الجمع السكني والتجاري للمخلفات في جميع الأحياء لخفض معدلات وصول المخلفات إلى الشارع وانتشار العمالة بالشكل الكامل والتزام العاملين بارتداء الزي الموحد المتفق عليه. قامت وزارة الصحة المؤتمر الثاني للطب النفسي للأطفال والمراهقين في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر. ناقش المؤتمر التوعية بالصحة النفسية للأطفال والمراهقين واستهداف القادة المجتمعيين وأولياء الأمور والمتعاملين مع الأطفال والمراهقين والتغيرات النفسية لدى المراهقين وتحديد العلاقات، بالإضافة إلى تأثير الاستخدام المفرط للإنترنت على المخ. وفي بيان للوزارة أكد أن مستشفيات أمانة الصحة النفسية تقدم 80,000 استشارة سنوياً. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع اهتمام القيادة السياسية والحكومة بالارتقاء بمنظومة صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة للوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية. وخلال اجتماعها الأول لمجلس الصناعات النسيجية بعد إعادة تشكيله، كلفت وزيرة التجارة المجلس بوضع خطة شاملة لتطوير قطاع الصناعات النسيجية بدءا من زراعة القطن ووصولا للمنتج النهائي. استعرضت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد مسار مصر نحو التحول الأخضر بدءا من العمل على تغيير لغة الحوار حول البيئة والمناخ في السنوات الخمس الأخيرة ليتحول إلى العمل على خلق روابط بين البيئة والاقتصاد. جاء ذلك خلال لقائها مدير قطاع البيئة بالمنظمة العالمية للتعاون والتنمية الاقتصادية ألندو
سير، كما بحثت وزيرة البيئة التعاون المشترك في المراجعات البيئية، مضيفة أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم إجراء إصلاح هيكلي لقطاع البيئة في مصر تركز على عدد من المحاور، ومنها الحد من معدلات التلوث. قام وفد مصري بزيارة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لنقل الخبرات المصرية في مجال إدارة متكاملة للمياه وتطبيق نظم الري الحديثة. وصرح وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي أنه سبق توقيع بروتوكول للتعاون الفني في مجال الموارد المائية بين مصر والكونغو، وتم لمدة 5 سنوات جديدة حتى عام 2027. كما تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بدولة الكونغو الديمقراطية في إطار بروتوكول التعاون بين البلدين، مثل إنشاء مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، بالإضافة إلى إنشاء محطة توليد طاقة كهرومائية متعددة الأغراض وحفر 12 بئرا جوفية تعمل بالطاقة الشمسية. تشهد مدينة شرم الشيخ انعقاد الاجتماعات السنوية للمؤسسات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية. يأتي ذلك على هامش الدورة 47 للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية 2022 المعقدة خلال الفترة من الأول إلى الرابع من يونيو 2022 تحت شعار بعد التعافي من الجائحة الصمود والاستدامة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. يأتي انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة بمدينة شرم الشيخ استجابة لدعوة من الحكومة التي تستهدف تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء. واصلت شركة مطاحن مصر الوسطى التابعة لوزارة التموين بمحافظة بني سويف واصلت استقبال محصول القمح من المزارعين والموردين داخل مجمع صوامع بوهلر التابعة لها. ويستهدف مجمع صوامع استقبال القمح من المزارعين هذا العام وتوريد 40,000 طن خلال الموسم الجاري، مقارنة بنحو 26,200 طن قمح تم استلامها في المجمع العام الماضي، حيث يتم استقبال ما يقرب من 150 إلى 300 مزارع يوميا. كميات القمح الموردة هذا العام أكثر من العام، بالنسبة لي أكثر من العام السابق بنسبة تتجاوز 25%، ده على مستوى محافظات الأربعة على فكرة. بالنسبة لي حسن معاملة جمهور المزارعين واستقبالهم وصرف مستحقاتهم المالية في مدة لا تتجاوز 48 ساعة، كل الحاجات دي مخلية في إقبال من المزارعين. شركة مطاحن مصر الوسطى بها صومعة للتخزين تسع حوالي 30,000 طن. احنا زي ما انت شايف طبعا في اقبال شديد جدا من المزارعين على توريد القمح نظرا للتسهيلات اللي بتقدمها الدولة للمزارعين. مستلمين لحد النهاردة داخل المحافظة حوالي 155,000 طن، المستهدف بتاعنا 230,000 طن. ان شاء الله احنا وصلنا لحوالي 70% منه، من المتوقع ان شاء الله ان احنا هنصل للمستهدف بتاعنا بنهاية الشهر الجاري. المحافظة مجهزة ساعات تخزينية بتصل من 250,000 طن ل 300,000 طن موزعة على جميع أجزاء مراكز المحافظة من الوسطى شمالا حتى مركز الفشن في الجنوب. كل التسهيلات موجودة من قبل الحكومة ومن قبل مطاحن مصر الوسطى، وكل الناس مرتاحة والفلاحين مرتاحين، وبإذن الله المحصول زاد والكمية 100 100. بسم الله ما شاء الله، الجو السنة حلوة أحسن من السنة اللي فاتت لإنتاج القمح، وسعر أرداب القمح زاد كتير عن السنة اللي فاتت. أطلق محافظ بورسعيد عادل الغضبان إشارة بدء رالي للتزلج بالعجلات في نسخته الأولى في أكبر مضمار مفتوح بالشارع الرئيسي بطول 4 كيلومترات تقريبا. يأتي هذا الحدث في ضوء استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال الموسم السياحي الصيفي ضمن خطة الترويج السياحي لبورسعيد. وخلال كلمته أشاد المحافظ بالقائمين على تنظيم تلك الفعالية الرياضية والسياحية، وأضاف أن بورسعيد على الدوام جاهزة لتنظيم الفعاليات والمناسبات التي تعمل على عودة المحافظة إلى مكانتها السياحية. دا
التجمع دوت دي اول مره تحصل تجمع كبير دوت في مدينه بورسعيد. عندنا كل المحافظات بتلعب سكيت، عايزين بس مكان يبقى كويس لينا عشان ما نمشيش جنب العربيات ونتخبط، وبرضو يعني ايه نحافظ على العربيات ونحافظ على الناس اللي احنا بنسكيت معاهم وكده. ويعني التجمع حلو قوي والمنظمين منظمين كويس جدا. رياضه السكيت انتشرت جدا في مصر في اخر الفتره ديت، هي رياضه ممتعه جدا، نتمنى ان يبقى في الطرق مكان للسكيت زي اللي هو جنب العربيات زي بلاد اوروبا وكده والحاجات دي، عشان خاطر برضه ما نعرضش نفسنا للخطر او حاجه زي كده. كل جمعه بيبقى في ماراثون بنقفل الشوارع الناس تقدر تمارس فيها السكيت. مبسوط جدا ان حد اهتم بالسكيت في مصر كلها، كان زمان كنا عددنا قليل بس دلوقتي حزننا قوي، وانا مبسوط جدا ان الناس مهتمه بالسكيت وبقى في تجمعات واول ماراثون يحصل في بورسعيد. فرحان جدا والله. جاي هنا بورسعيد اكبر ماراثون في مصر، الحمد لله يا رب يكون حلو. تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم غدا صوب ملعب دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس. الملعب يستضيف مباراة ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا. تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم صوب ملعب دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي يستضيف مباراة ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا. وتمثل المباراة فرصة للريدز من أجل الثأر من الريال قبل 4 سنوات، حيث سقط الفريق الإنجليزي بثلاثية أمام الفريق الإسباني في نهائي دوري الأبطال، وخسر فرصة ذهبية لإحراز اللقب الأوروبي قبل تعويض ذلك في الموسم التالي بالتتويج باللقب السادس في تاريخه. هذا ويراهن ليفربول على هدافه الأول في البطولة وهداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح، الذي يترقب بدوره هذه المباراة بفارغ الصبر، حيث يعتبر الدولي المصري اللاعب العربي الوحيد الذي يتأهل لثلاثة نهائيات من دوري أبطال أوروبا. أريد تحقيق دوري الأبطال مجددا، سنقاتل خلال المباراة والجميع متحفز للمباراة النهائية. مغادرتي الملعب مصابا أمام ريال مدريد كانت أسوأ شيء حدث لي في مسيرتي كلاعب كرة قدم. أتذكر أنني غادرت المباراة بعد 30 دقيقة، كانت أسوأ لحظة في مسيرتي. على الجانب الآخر، يعول المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي على كتيبته كاملة لمواجهة ليفربول، حيث تعافى تماما المدافع النمساوي ديفيد ألابا من آلامه العضلية. كما يراهن النادي الملكي على المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي يعيش موسما رائعا ويبدع في كل المباريات هذا الموسم مع الفريق، كما يتصدر قمة جدول ترتيب هداف دوري الأبطال. تتواصل فعاليات مهرجان الطبول بالقلعة الذي تختتم فعاليته السبت. شارك في المهرجان 43 فرقة متنوعة من مصر ودول عربية وأفريقية وأسيوية وأوروبية. على رقصات الدبكة الفلسطينية عاش الجمهور ليلة فنية وشعبية من ليالي مهرجان الطبول الذي تتواصل فعالياته على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، الذي امتلأ عن آخره في صورة فنية مبهجة تجسد علاقة الجمهور المحب لهذا المهرجان وترحيبه بكل الثقافات المختلفة. كل حاجة جميلة، كل الفقرات جميلة جدا جدا، كل الناس بصراحة بتأدي بروح، كلهم الابتسامة ما فرقتش وشهم من ساعة ما بدأنا، مبسوطين جدا جدا بأن هم وسطينا وإن احنا وسطيهم. والله المهرجان جميل جدا، يعني شفنا فرق وثقافات جديدة وإن شاء الله ناويين نجي كل سنة. أكتر حاجة عجبتني اليوم كله الفرق كلها، في تنوع في الفرق، تنوع في الفولكلور. المهرجان بجد حاجة جميلة جدا، وزارة الثقافة دايما بتعمل لنا حاجة متميزة، وإن شاء الله يعني مهرجان جامد جدا بصراحة، وأداء جامد وفرق جامدة جدا. يحرص مهرجان الطبول على تقديم رسالة سلام للعالم من خلال هذا التنوع الفني الثقافي الذي جمع بين فرقة الفالوجة الفلسطينية التي تعبر عن التراث الفلسطيني، وأوركسترا ميوزيكانا الذي قدم أنواعا مختلفة من التراث الموسيقي المصري، بالإضافة لفقرات العزف والغناء التي قدمتها فرقة طبلة الست وطبلوهات
فنية لفرقة جامعة عين شمس، ليؤكد هذا المسرح أن الفن لا يعرف الاختلاف ولكنه يعبر عن السلام. الجمهور المصري أصبح بيعشق القضية الفلسطينية وبيعشق كل ما هو فلسطيني، يعني سواء قضية سواء تراث سواء غنى سواء دبكة سواء مسرح، فالقضية الفلسطينية هي في قلب الشعب المصري. يعني احنا بنحب مهرجان الطبول بالذات لانه في تفاعل جمهور احنا بنحبه عن باقي المهرجانات عامه. دي تاني سنه نشارك في المهرجان وبحس ان هي فرصه لطيفه قوي ان كل الفرق دي سواء بترقص بتعزف حتى الوان مختلفه من بلاد مختلفه، دي بتبقى فرصه قوي كده لتبادل الثقافات وان احنا نشوف الدنيا بيحصل فيها ايه. يعني مهرجان الطبول ده فرصه كويسه جدا لاي فرقه علشان كل الفرق بتشوف كل البلاد، كل واحد بيقدم الفن بتاعه شكل مختلف وبلبس مختلف، فكله إفادة لكل الفرق. عودة قوية ومميزة لمهرجان الطبول بعدد كبير من الفعاليات التي ستستمر حتى 28 من مايو الجاري، وسط اهتمام حكومي وشعبي بهذا المهرجان الذي يقدم برنامجا فنيا وثقافيا يرسم البهجة على عشاق ومحب الفن. يواكب اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة فاتن حمامة التي أثرت الحياة الفنية بأعمال ذات بصمة لن تتكرر. ولدت فاتن حمامة عام 1931 وظهرت موهبتها في سن مبكرة. المزيد في سياق التقرير التالي. رحم الله فاتن حمامة سيدة الشاشة العربية. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري، ولم يتبقى فيها سوى تذكير بأهم ما ورد بها من عناوين. وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته للكونغو الديمقراطية. الأمم المتحدة تدعو الليبيين لاستئناف المسار الانتخابي وتؤكد أنه ضرورة سياسية أكثر من أي وقت مضى. خلال كلمته أمام مجلس الاقتصاد الأوراسي، بوتين يعلن دراسة توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر والتكامل الاقتصادي مع الإمارات. ختام نشرة الثالثة، دمتم في رعاية الله وأمنه. إلى اللقاء.